السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الإخوان؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. كنتمناكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. هاد لا فيديو الخوت اللي غادي نهضر على مرحلة غيار الريش عن طائر الحصون، ومرحبا بكم إن شاء الله. واللي باقي ما تابوناش عندي يشارك عندي في هاد لاشين باش ديما يوصلكم الجديد. كيف ما كتشوفوا الخوت، يعني تحت القفص أعزكم الله، يعني سقوط الريش عن طائر الحصون. وهاد الطريقة الخوت باش اللي كيسولوا الإخوان عن طريقة، يعني الناس اللي كيبغيو دغيا يسرعوا المرحلة ديال غيار الريش، راه إخوان باش نجيكم الصراحة، يعني ما كايناش شي طريقة اللي كتسرع تغيير الريش من غير أنك تخلي الطائر ديالك يبدل الريش في الراحة ديالو حتى يكمل غيار الريش على خاطرو كيف ما كيكون في الخلا. يعني ما ديرش شي طرق او لا شي حاجه اللي غادي تخرج لك على الطائر ديالك، خليه كيف ما هو ان شاء الله حتى يكمل غير الريش ديالو على راحته. عكس هذوك اللي كيبقاو يقولوا لا خاصك ديرو في الصاك، خاصك تسد عليه هادي باش دغيا يبدل. خوت انا غنوريكم طريقه اللي سهله ومجربه، وان شاء الله الطائر ديالك غادي يلوح بحال هكا الريش ان شاء الله، ودغيا غيخرج منه. وانتم الخوت كيف ما كتشوفوا، يعني الريش اللي لاح الطائر ديالي الحمد لله انا مشبع مع طريقه واحده وسهله وما فيها حتى شي خطر على الطائر ديالك. يقدر ان شاء الله دغيا يبدل الريش ديالو في مده ديال شهر، ما غاديش يطول عندك اكثر من شهر ان شاء الله، وغادي يطلع الكسوه ديالو بخير وفي صحه جيده. غادي نوريكم طريقه وتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. ودابا انا في هذه اللحظه هذه، يعني كاع الطيور اللي عندي، يعني راه كاين شي وحدين فيهم تباعوا شي وحدين بقاو عندي، يعني كلهم يعني غادي نغسل لهم الاقفاص ديالهم بالماء والجافيل الساخن باش نحميهم من حشره الفاش. وكيف ما كتشوفوا اخوتي، هذه هي الطريقه باش تخلي الطائر ديالك انه يبدل، يعني على خاطره ويكون ان شاء الله في صحه جيده، ان الطائر ديالك تخليه بحال هكذا وتقابله مع الشمس فيما كان الحال سخون، يعني تخرج الطائر ديالك وتدوش ليه. السر في الدوش هو اهم حاجه عن طائر الحصون. الا بغيتيه يبدلك بواحد السرعه، انك تدوش ليه فيما كانت الشمس، تدوش للطائر ديالك، وهكذا ان شاء الله غادي يسالي في واحد المده ديال شهر غادي يسالي غيار الريش ديالو. انتم كيف ما كتشوفوا الاخوان، انا هنا راه كندوش يعني لهذا القرع اللي في القفص احمر، وهذا القرع ضارب تقريبا عامين عندي، يعني هذا الطائر اللهم بارك زوين، يعني راه بجوجهم داخلين في مرحلة غيار الريش، غير هذاك الطائر اللي باقي صغير، يعني هذاك راه دوشت ليه قبل، ودابا هذا هو اللي باغي نهضر عليه في هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا الاخوان، يعني انا راه نظفت ليه القفص، يعني غسلته بالماء وجافيل ورديته القفص ديالو، يعني باقي هنا ما عطيتو لا اكل لا والو، حطيت ليه باش ندوشو ان شاء الله وتقيسو شويه الشمس باش هكذا نسرع عليه في الوتيره ديال غيار الريش. وبالنسبه اخوتي للاكل، اشنو خصك تعطيه في غيار الريش؟ راه اخوتي كذبوا عليكم كذابه اللي كيقولوا لكم اشنو الاكل، هذا الاكل هو اللي خاصك تعطيه. كيف ما كنتي كتعامل مع الطائر ديالك غتبقى تتعامل معاه عادي جدا. الحاجه الوحيده اللي غتزيد عليه انك تقدر تعطيه البيض المسلوق مره في السيمانه، وتعطيه الكالسيوم مره ودوش الخوت، دوش دوش دوش، تشماشو دوش تشماشو دوش، الطائر ديالك ان شاء الله يخرج من مرحله غيار الريش، يعني طائر صحيح بخير وعلى خير. التحامر ديالو غادي يبقاو كيف ما هما في الخلا. ان فوا كان عندك شي واحد، يعني انت كنتي مربيه في الدار وحمر عندك، سوا كنتي جايبو من الخلا، يعني كيكونوا عندك التحامر تبارك الله ديال الخلا كيكونوا زوينين، يعني غير تتبع الطريقه والطائر ديالك الحمد لله التحامر ديالو غيبقاو مزيانين، الكسوه ديالو غادي تبقى مزيانه. وهذا الشيء اللي كان الخوت، انتم كيف ما كتشوفوا الحمد لله، يعني الطيور ديالي راه كاينين في مرحله غيار الريش، وهذه هي الطريقه اللي كنتبع معاهم، يعني فيما كيبان ليا كيبان ليا الجو معتدل وسخون، يعني كنحطهم في سميتو في الارض، وكنعطيهم الدوش ديالهم وكنخليهم يقادوا الريش ديالهم على راحتهم. والماء اللي كندوش به راه ضروري كنخلط معاه خل التفاح وكندوش ليه بهم باش يتنقى عليهم الريش ان شاء الله. وانتم كيف ما كتشوفوا هنا الخوط، راني
نظفت الاقفاص كاملين وعطيتهم خل تفاح في الشرابات، يعني غنعطيها لهم مده ديال اليوم وغادي نبدل لهم الماء، وعطيتهم الماكله ديالهم عاديه، وهذا الشيء اللي كان الخوت.